نريد إيجاد طريقة جديدة في تعليم العلم الشرعي، لأن كثيرا من أهل العلم فضل يعلم بطريقة السرد للأدلة فقط. فالعقيدة كيف أستفيد من الأدلة في محاربة الشرك ونجل الفاسدة وليس حفظ فقط؟ والفقه كيف أستفيد من الأحاديث الفقهية في المعاملات وغير ذلك؟ أنا أميل إلى أن احنا يعني لا ينبغي أن نحلق في النصوص في دائرة النصوص، ولكن نحلق بالنص في كل ما يتصل ويمت إليه النص، حتى يكون النص مؤثرا مغيرا، لا أن يكون النص عبارة عن شيء جامد نتعامل معه ثم ننتهي. ودي المشكلة، أن كثيرا من الذين يعني يعلمون ويدرسون يتعاملون مع العلم بأنه مادة جامدة، مادة جامدة. العلم إذا لم يغير ويؤثر فقيمته محدودة، قيمته محدودة. إن الرجل لا يطلب الباب من أبواب الفقه فيرى أثر ذلك في تخشعه وصلاته وشأنه كله. من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن طلبه لغير ذلك لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا. نكتفي بهذا المجلس، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا أنكم يعني تجشمتم الحضور في هذا اليوم المطير. فيا ربي أسأله بأسمائه وصفاته أن يمد لكم من أسباب الخير، وأن يعينكم على الخير، وأن يهديكم إلى الخير، وأن يغفر لنا ولكم. والله أنا دعوت لكل إخواني عند نزول المطر، دعوت لهم جملة، وهناك من خصصته بالدعاء لا سيما اليوم، وخصصته بدعاء طويل كثير. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وأن يستعملنا وألا يستبدلنا، فإنه سبحانه وتعالى جواد كريم.